اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي بنقدم لكم مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم هنستكمل الموضوع اللي ابتديناه بعنوان الاحصاء اللي هي الوحدة الاخيرة اللي عندنا بعد ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان عندنا نوعين من البيانات الوصفية والكمية تعال نخش في موضوع تاني زي ما قلت لكم تجميع البيانات الإحصائية الوصفية والكمية إزاي ما يكون عندي 40 بيان أو 30 بيان أو أكتر إزاي نجمعهم بصورة منظمة عشان نعرف نستخرج المعلومة اللي احنا عايزينها بمنتهى السهولة علشان ما نضيعش وقت تعال نشوف كده المثال اللي قدامنا بيقول إيه بيقول فصل به 36 تلميذ طلب منهم أو طلب منهم رائد الفصل تسجيل الهواية التي يفضلها كل منهم من بين خمس هوايات هي الغناء، الرسم، التمثيل، القراءه، العزف، لتنظيم مسابقه في تلك الهوايات فكانت البيانات على النحو التالي. يبقى دلوقتي رائد الفصل او المدرس بتاع الفصل، الفصل ده فيه 36 تلميذ، طلب منهم يختار كل واحد منهم هوايه واحده بس من خمس هوايات مكتوبين قدامنا على الشاشه. فلم الاستبيان او لم اراء ال 36 فكانوا ال 36 معلومه اللي قدامكم دول في اختار الرسم والقراءه العزف الغناء الى اخره طب انا دلوقتي البيانات عندي كتيره دول 36 معلومه وطبعا كلهم من البيانات الوصفيه برافو طب هننظم الكلام ده ازاي في صوره جدول طيب بص كده معايا كيف يمكنك التعامل مع تلك البيانات عندنا نوعين من الجداول عندنا نوعين من الجداول والجدولين اللي هنتكلم عليهم النهارده مرتبطين ببعض، يعني لازم الأول أمر على الجدول الأولاني علشان أستنتج منه أو أكون منه الجدول الثاني، طيب الجدول الأولاني اسمه إيه؟ اسمه جدول تفريغ بيانات تكراري، جدول تفريغ بيانات تكراري. طيب بيبقى شكله عامل إزاي؟ زي ما أنت شايف في الصورة كده عبارة عن ثلاث أعمدة، ده دايماً حاجة ثابتة في أي مسألة من المسائل. سواء بيانات وصفيه او كميه، جدول التفريغ بتاع البيانات التكراري عباره عن ثلاث اعمده. العمود الاولاني فيه المعلومات اللي احنا لميناها، احنا المثال بتاعنا بيتكلم عن هوايه، فعشان كده كتبنا الهوايه، ورحنا كاتبين اسامي الخمس هوايات اللي المدرس حاططهم للطلبه يختاروا بينهم، اللي هم الغناء والرسم والتمثيل والقراءه والعزف. ادي الخمس هوايات. طيب وفي الاخر خالص قلنا المجموع ممكن نكتبه وممكن نستغنى عنه، بس هو بنكتبه ليه؟ عشان نتأكد إن إحنا ماشيين صح، لما أجي أجمع الجدول بتاعي في الآخر ستة 36 اللي هو عدد الطلبة اللي كانوا في الفصل، يبقى أنا كده ما نسيتش حاجة أو ما فيش حاجة وقعت مني أو في حاجة زودتها. العمود اللي في الوسط اسمه العلامات، وهنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، العمود الأخير اسمه التكرارات، عبارة عن بنعد بقى العلامات اللي إحنا حطيناها، يعني مين كام واحد اختار الغناء؟ خمسة، يبقى التكرار هيبقى خمسة. طيب كلنا عارفين انتخابات رائد الفصل وكلنا عملنا الحكايه دي في المدارس بتاعتنا بنكتب الاسامي كده على السبوره وبعدين بنبتدي نعمل ايه؟ اه مثلا كان مرشح نفسه في الانتخابات وائل وتامر طيب وائل خد صوت بنعمل عنده علامه طب تامر خد صوتين نعمل عنده علامتين طيب ساره خدت خمس علامات بنعمل عندها خمس علامات بس الخمس علامات بيجوا ازاي؟ أربعة مايلين كده في اتجاه واحد كأنهم بيوازوا بعض ويجي الخامس يقفل عليهم بنسميها حزمة الخمس علامات زي ما هنشوف في الشكل دلوقتي بنقول عليه أو بنسميها حزمة طيب إحنا بصينا على البيانات اللي فاتت وابتدينا نعد كم واحد من الطلبة اختار الغناء فبص كده دول أربع علامات أهم بص الخمسة عملت إزاي راحت تاني أهو دول الأربع علامات الخمسه جات ازاي؟ راحت قافله عليهم كده. دول كده المنظر اللي قدامنا ده بنسميه حزمه، يبقى الحزمه بتتكون من خمس علامات. طيب، بعد كده عدينا اللي اختار الرسم، طب طلعوا كام اللي اختاروا الرسم؟ طلعوا عشرة طيب اللي اختار التمثيل طبعا العلامات دي بنجيبها منين؟ بنرجع للبيانات اللي موجوده في المثال ونعد كلمه التمثيل اتكررت كم مره نقعد نعد هنا اتكررت سبع مرات فعملنا حزمة خمسة والباقي جنبها اتنين وهكذا بقى في القراءة وهكذا في العزف طيب بعد ما خلصنا نبتدي نعمل ايه نعد بقى العلامات دي الغناء فيها كام علامة خمسة من غير بقى ما نعد احنا عارفين ان الحزمة خمسة يبقى فيها حزمة تبقى بخمسة طب الرسم في حزمتين يبقى اذا الرسم فيه كام عشرة طب التمثيل حزمة واتنين جنبها يبقى خمسة واتنين سبعة القراءة حزمة وتلاتة تمام يبقى تمانية طب العزف برافو عليكم ستة طب أنا عايز أتأكد إن أنا نفذت صح مفيش بيان وقع مني نسيته عناية زغللت ولا في بيان كررته فهعمل إيه؟ هجمع التكرارات دي لو طلع المجموع ستة وتلاتين يبقى إذا أنا المسألة بتاعتي مظبوطة مفيش حاجة تاهت مني يبقى ده اسمه جدول تفريغ بيانات تكراري بيتكون من ثلاث أعمدة العمود الأولاني فيه البيانات اللي أنا جمعتها بسردها بعد كده العلامات بعد كده التكرارات وعرفنا يعني إيه حزمة وشكلها عامل إزاي أربع علامات بيوازوا بعض والخامس بيروح يقفل عليهم عشان تبقى اسمها حزمة طب كوننا الجدول الأولاني أنا قلت من شوية أن فيه جدولين طب الجدول الثاني بقى هيبقى اسمه إيه الجدول الثاني اسمه الجدول التكراري البسيط طيب لو في مسألة من المسائل طلب الجدول التكراري البسيط وما طلبش الأولاني لازم أعمل الأولاني احنا قلنا ده اللي بيوصلني لده فسواء طلب جدول التفريغ أو لا أنا كده كده هعمله طيب إيه الجدول التكراري البسيط ده شكله عامل إزاي آه ده جدول أفقي بقى اللي فات كان جدول رأسي بيتكون من ثلاث أعمدة ده جدول أفقي عبارة عن صفين صفين الصف الأولاني اللي هو كان العمود الأولاني في الجدول اللي فات اللي هو الهوايات وسردنا الهوايات وفي الأخر المجموع طب والصف الثاني هو جدول التكرار أو العمود بتاع التكرار يبقى إذن اللي مركز معايا جدول التفريخ كان ثلاث أعمدة أنا خدت العمود الأول والعمود الأخير وكونت منهم أو كونت بيهم جدول تكراري بسيط عبارة عن صفين مديني الهواية وعدد التلاميذ اللي اختاروا الهوايه دي او بيفضلوا الهوايه دي. طيب بعد ما نظمنا المعلومات او البيانات الوصفيه اللي قدامنا، انت قلت لنا ان ده بيبقى سهل ان احنا نستخرج معلومه بطريقه سريعه من غير اهدار وقت. طيب مثال على كده. بيقول مما سبق يمكننا ان نستنتج ما يلي. بص كده معايا وبص في الجدول. الهوايه الاكثر تفضيلا، ايه الهوايه؟ اللي الطلبه اختاروها بصوره متكرره اكبر اكتر حاجه اكتر حاجه بيفضلوها واضح من الارقام اللي قدامنا الرسم عشر طلبه قالوا ان هوايتهم المفضله هي الرسم طيب تعالى نربط الموضوع ده بدرس قديم عندنا كان اسمه النسبه المئويه لو انا عايز اجيب النسبه المئويه لعدد الطلبه اللي اختاروا افضل هوايه بالنسبه لهم كانت الرسم بنعمل ايه هو كم طالب اختار الرسم عشره طب من مجموع قد ايه؟ عشان كده انا عامل المجموع قدامي في الجدول 36 يبقى إذن النسبه بتاعت الطلبه اللي اختاروا الرسم بالنسبه لمجموع الطلبه كلهم او اجمالي عدد الطلبه هي 10 الى 36 ممكن نكتبها في صوره كسر اعتيادي 10 على 36 طب عايزين نحولها النسبه المئويه فاكرين؟ برافو عليكم هنمسك الكسر الاعتيادي ده ونضربه في 100 قلنا عشان نحول الكسر العشري او الكسر الاعتيادي الى نسبه مئويه بنضربهم في 100 يبقى اذا الشكل بتاعها هيبقى 10 على 36 في 100 زي ما انت شايف كده تطلع الاجابه 27 و7 من 10 تقريبا في المية طيب ممكن نستفيد كمان معلومه ثانيه الهوايه الاقل تفضيلا ايه الهواية اللي اقل عدد من الطلبة راحوا اختاروها نبص على اقل درجة او اقل عدد قدامنا اقل عدد في التكرارات كانت ايه الهواية دي كانت الغناء طيب عددهم كام عددهم خمسة من اجمالي قد ايه من اجمالي ستة وتلاتين طب ينفع نحولهم لنسبة مئوية ينفع بمنتهى البساطة برافو خمسة على ستة وتلاتين دي النسبة بتاعة الغناء عشان نحولها النسبة مئويه هنضربها في مية يبقى 5 على 36 في 100 تطلع الإجابة النهائية بتاعتنا 13 و 8 من تقريبا طيب تعال نشوف مثال تاني بيقول عند حصر عدد الأفدنة المزروعة بأنواع معينة من الفاكهة في إحدى محافظات مصر كانت البيانات كما يوضحها جدول التفريغ التالي ده المرة دي وفر عليا مشوار واداني هو جدول التفريغ اداني هو جدول التفريغ مش انا اللي هكونه المثال اللي فات كان مديني بيانات وصفية انا رحت عملت جدول تفريغ يليه جدول توزيع تكراري بسيط المره دي هو ابتدى معايا بجدول تفريغ العلامات لي فيه العلامات دي يعني انا ما عملتش حاجة هو مديني السؤال بالشكل ده طيب انا هعمل ايه هبتدي اعد العلامات ديت وبعدين اكتب الارقام بتاعتها في العمود الاخير اللي هو قال تكرار وبعد كده نبتدي نكون مع بعض جدول توزيع تكراري بسيط تعالى كده الجدول اكتمل نشوف كده الأفدنة اللي مزروعة فاكهة البرتقال نعد كده عندنا حزمتين قلنا الحزمة بخمسة يبقوا دول عشرة واربع علامات لوحدهم اذا الاجابة أربعتاشر برافو طيب الأفدنة اللي مزروعة جوافة عندنا حزمتين خمسة وخمسة يبقى عشرة وتلات علامات على جنب يبقى اذا الاجابة برافو عليكم تلتاشر طب الموز عندنا حزمتين وعلامه يبقى إذن الاجابه هتبقى ممتازين 11 طيب العنب برافو عليكم حزمتين واتنين يبقى 12 خلي بالك هنا في المثال ما قاليش عدد الافدنه قد ايه بس انا مضطر معهم ليه لانه ساعات بيطلب النسبه المئويه فهحتاج المجموع فنبتدي نعد عدد الافدنه دي او نجمعها فيطلعوا 50 فدان مزروعين الاربع انواع المختلفه من الفاكهه دي طيب تعالى بقى نكون الجدول التكراري البسيط خد بالك احنا قلنا ملحوظه ان الجدول التكراري البسيط ما هو الا ان انا خدت العمود الاولاني والعمود الاخراني من جدول التفريغ وحطيتهم مع بعض في جدول افقي بنسميه جدول توزيع تكراري بسيط طيب يبقى اذا الجدول عباره عن صفين نوع الفاكهه برتقال جوافه موز عنب مجموع عدد الأفدنة نقلنا الأرقام من الجدول السابق 14 13 11 12 50 يبقى دلوقتي كوننا جدول توزيع تكراري بسيط بس بمساعدة أو لازم يسبقه الجدول بتاع التفريغ تعالوا نشوف مع بعض مثال بشكل آخر تعالوا نشوف مع بعض مثال ونحله مع بعض كده المثال بتاعنا بيقول إذا كانت تقديرات أربعين طالب في مادة الرياضيات في إحدى المدارس الابتدائية كالتالي ابتدى يديني التقديرات بتاعة الامتحان دي بيانات وصفية طب المطلوب بتاعنا إيه؟ كون جدول تفريغ البيانات التكراري ده رقم واحد رقم اتنين كون الجدول التكراري البسيط ثم أجب عن كل مما يلي ما هو التقدير الأكثر تكرارا وما هو التقدير الأقل تكرارا يبقى أنا مطلوب مني أربع حاجات أول حاجة هكون جدول تفريغ بيانات تكراري، بعد كده جدول توزيع تكراري بسيط، بعد كده أجاوب على السؤالين دول إيه هو أكثر التقديرات تكرارا وما هو أقلهم. طيب، تعالى مع بعض كده. آدي التقديرات قدامي أهي. ده شكل جدول التفريغ بتاعي، تعالى نشوف مع بعض ممكن نشتغل إزاي في جدول التفريغ ده. طيب، إحنا عندنا قلنا جدول التفريغ عبارة عن ثلاث أعمدة. العمود الاولاني هو التقديرات حاجه بتناسب المساله، العلامات دي حاجه ثابته والتكرار ده ثابت يبقى اللي بيتغير بس هو العمود الاولاني، انا ابتديت ابص على التقديرات فلقيت التقديرات بتاعتي رتبتها كده من الافضل للاقل او ممكن العكس، ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول. طيب هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل العلامات. طيب قلنا في عندنا حزمه خليكم فاكرين الحزمه عباره عن اربع علامات والخمسه بتقفل عليهم كده. أنا دلوقتي هبص على البيانات اللي قدامي وأبتدي أعد هو الممتاز كانوا كام؟ كلمة ممتاز اتكررت في السطر الأولاني أدي واحد، السطر الثاني أدي اتنين تلاتة أربعة، السطر اللي بعده مفيش خالص، بعد كده فيه خمسة ستة، يبقى عندنا ستة التقدير ممتاز ده اتكرر ست مرات، يبقى أنا هعمل إيه؟ هعمل ست علامات، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة فاكرين الخمسه لازم تبقى كده وادي السته واجي اكتب هنا سته الموضوع بسيط طب تعالى نشوف التقدير جيد جدا نعد برضو مع بعض سطر سطر جيد جدا في السطر الاولاني ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه ادي عشره حداشر حداشر علامة يبقى هنعمل هنا الحداشر علامة هيبقى ازاي هيبقوا عبارة عن حزمتين كل حزمة بخمسة يبقوا عشرة ويتبقى واحد يبقى هنا هنكتب حداشر طيب جيد تعالى نعد كلمة جيد اتكررت كم مرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر 14 يبقى فيه 14 علامة ال 14 علامة هيبقوا عبارة عن حزمتين ادي الحزمتين اهم ناقص اربع علامات يبقى اذا هنا نكتب في التكرار 14 ناقص مع بعض كلمة مقبول هن برضو هنعملها بنفس الطريقة نشوف كده مقبول اتكررت كم مرة ادي واحد هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إذا هنعمل تسع علامات التسع علامات عبارة عن حزمة وأربعة يبقوا كده التسعة بتوعنا عايز أتأكد إن أنا المسألة بتاعتي مظبوطة هبتدي أعد أو أجمع التكرارات ديت نجمع ستة وحداشر وأربعتاشر وتسعة دول عشرين ودول عشرين يبقى المجموع النهائي أربعين فعلا كانوا أربعين طالب يبقى أنا المسألة بتاعتي كده مظبوطة طيب نبص كده مع بعض ده المطلوب الاولاني، المطلوب الثاني عبارة عن الجدول التكراري البسيط بقى. قلنا هنعمل ايه؟ هناخد العمود الأول والعمود الأخير ونكون منهم الجدول التكراري البسيط أهو أدي التقديرات وأدي الأعداد بتاعتنا والمجموع فعلا 40، ده المطلوب الثاني، المطلوب الثالث كان إيه هو التقدير الأكثر تكرارًا؟ طبعًا بشوف أكبر عدد هنا كان 14 يبقى إذا التقدير الأكثر تكرارًا هو جيد. طيب والتقدير الاقل تكرارا هو ممتاز كان عددهم سته. طيب نبص مع بعض كده على المثال الثاني بيقول بينما كان يوسف ينتظر اتوبيس المدرسه قرر يوسف ان يسجل الوان اول 30 سياره تمر من امام منزله فكانت الالوان كما يلي. ادانا البيان بتاع الالوان المطلوب عايزين نكون جدول توزيع تكراري بسيط وبعدين اكثر الالوان تكرارا والنسبه المئويه بتاعته واقل الالوان تكرارا طيب بصوا كده معايا ادي الالوان ظهرت قدامنا ده الجدول بتاع التفريغ كتبنا الالوان اللي ظهرت قدام الولد وهو واقف مستني الاتوبيس بتاعه بتاع المدرسه العلامات والتكرار دول ثابتين قلنا مش هيتغيروا تعال نعد اللون الابيض بقى تكرر فوق كم مره ادي واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب هنبتدي نعد هنعد كل لون من الألوان تاني معلش هنعد الأبيض تاني آدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى هنبتدي نكتب قدام الأبيض نعمل تمن علامات عبارة عن حزمة زائد تلاتة ونكتب هنا تمانية طيب اللون الازرق نبص كده على الازرق ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سته بس ازرق عباره عن حزمه وواحد ونكتب هنا سته طيب الاخضر ادي واحد اخضر تاني اتنين تلاته تلاته بس اخضر ونكتب هنا تلاته طيب نيجي للأسود الصف الأولاني آدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أسود عبارة عن حزمة. طيب ناقص الأحمر والفضي بنفس الطريقة الأحمر آدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى فيه سبعة أحمر. ادي خمسة واتنين يبقى سبعة ناقص الفضي نبص كده السطر الاولاني مفهوش فاضي السطر الثاني برضو مفهوش السطر الثالث فيه فضي واحد بس يبقى هنعمل علامة ونكتب هنا واحد تعالى نجمع التكرارات تمانية وستة يبقى أربعتاشر وتلاتة يبقى سبعتاشر سبعتاشر واحد تمنتاشر تمنتاشر واثناشر يبقى فعلا تلاتين يبقى فعلا المساله بتاعتي انا وصلت للاعداد كلها مفيش حاجه تاهت مني، تعالى نكون الجدول التوزيع التكراري البسيط زي ما انت شايف عباره عن صفين الالوان اهي والتكرارات تحت. طيب المطلوب الاولاني كان ايه؟ اللون الاكثر تكرارا هو اللون الابيض لانه تكرر 8 مرات، طيب ممكن نحسب النسبه المئويه بتاعته عباره عن 8 على 30، جت منين ال 38؟ 8 عدد اللون الابيض اتكرر كم مره وال30 ده الاجمالي ونضرب في 100 علشان نحولها لنسبه مئويه تطلع الاجابه ستة وسبعة من عشرة تقريبا العكس بقى اللون الاقل تكرارا هو اللون الفضي طيب لو انا عايز اجيب النسبه المئويه بتاعته هتبقى واحد على 30 في 100 الواحد اللي هو اتكرر الفضي كم مره وال30 ده الاجمالي ونضربها في 100 عشان نحولها الى نسبه مئويه تطلع الاجابه 3 و من عشره تقريبا في الميه تعالى نكمل الحلقه بتاعتنا بعد ما استعرضنا البيانات الوصفية وخدنا كذا مثال تعالى نشوف كده ممكن نعمل ايه لو كانت البيانات بتاعتنا في صورة بيانات كمية طيب تجميع البيانات الاحصائية الكمية احنا عندنا دلوقتي في درجات ل 60 ل 40 تلميذ الدرجه العظمى كانت 60 يبقى انا عملنا امتحان في ماده الرياضيات ل 40 تلميذ الدرجه العظمى 60 يعني الامتحان كان من 60 دي درجه او درجات الأربعين 40 تلميذ دي طبعا كلها ارقام اذا هي بيانات كميه طيب المطلوب ايه عايزين نعمل برضو جدول تفريغ وجدول تكراري بسيط زي ما بنعمل في البيانات الوصفيه تماما طيب بص كده معايا، لازم نبص للمعلومات اللي قدامنا ونجيب أعلى درجة الطلبة حصلوا عليها وأقل درجة الطلبة جابوها، أعلى حاجة وأقل حاجة، إحنا قلنا إن النهاية العظمى كانت 60، فوارد إن طالب يكون جاب 60، طب أقل حاجة ممكن تكون عشرة 20، فهنبص كويس ونبحث عن أعلى رقم وأقل رقم، أكبر قيمة وأقل قيمة، طب هنعمل بيهم إيه؟ هنطرحهم من بعض هنطرح الكبير ناقص الصغير بنجيب حاجه اسمها المدى. أكبر قيمة كانت 59 في المثال بتاعنا وأقل قيمة كانت 20، يبقى المدى هو أكبر درجة ناقص أصغر درجة، يبقى 59 ناقص 20 تطلع الإجابة 39 درجة. طيب 39 درجة هنعمل إيه بعد كده بعد ما جبنا المدى؟ المدى ده رقم كبير، يعني إيه؟ يعني أنا لو هعمل جدول عادي كده بالدرجات هعمل تسعة صف لأن أنا عندي تسعة وثلاثين درجة متكررين طيب في بديل نعمل إيه؟ نقسم الدرجات بتاعتنا دي إلى مجموعات هنقسم الدرجات دي عشان المدى كبير طبعاً لو المدى قليل يعني مثلاً يطلع خمسة ستة يبقى الجدول بتاعي خمس صفوف ست صفوف مقبولين إنما الجدول بتاعي المدى طلع كبير يبقى على طول الحل إن أنا أقسم المعلومات اللي عندي دي الى مجموعات. فهنقسم لمجموعات وليكن المجموعة الواحدة فيها خمس درجات. فهنقسم المدى اللي هو تسعة على خمسة تطلع تقريبا تمن مجموعات يبقى الجدول اللي انا هكونه عبارة عن تمن مجموعات. طيب. ايه هم التمن مجموعات دول? المجموعة الاولى هتاخد بقى درجات من اول عشرين الى اقل من خمسة وعشرين. هنكتبها عشرين ناقص أو 20 شرطة زي ما أنتم شايفين في الشكل وهكذا في المجموعة اللي بعدها من 25 لأقل من 30 يعني اللي جاب 30 مش هيخش المجموعة التانية هيخش في المجموعة التالتة وهكذا نفضل بنقسم لمجموعات لغاية ما نوصل المجموعة التامنة هتبقى بدايتها من 55 لأقل من 60 لاننا للأسف ما عنديش طالب جاب 60 طيب نكون الجدول بتاعنا بقى إزاي؟ ممكن نضم الجدولين مع بعض ويبقى الشكل اللي قدامنا ده كده فوق المجموعات عشرين شرطة خمسة وعشرين شرطة 30 شرطة فهمنا يعني ايه خمسة وعشرين شرطة يعني من خمسة وعشرين لأقل من 30 نبتدي نعد بقى الطلبة كم واحد جاب في الفترة دي من عشرين لغاية اربعة وعشرين طلعوا اتنين عملنا علامتين وكتبنا في التكرار اتنين طب كم واحد جاب من خمسة 25 لأقل من 30؟ يعني لو جاب تسعة 29 ماشي، تسعة 29 ونص ماشي، طلعوا كام طالب؟ أربعة، عملنا أربع علامات والتكرارات أربعة وهكذا، ده كده يعتبر جدول تفريغ بس ما هو بدل ما هو بصورة رأسية بقى بصورة أفقية، ما تنساش في الآخر نجمع التكرارات يطلعوا أربعين يبقى أنا كده المساله بتاعتي مفيش عدد وقع مني او عدد انا كررته الدنيا مظبوطه طيب بعد ما عملنا جدول التفريغ نعمل ايه نبتدي نستبدل او نستبعد العمود بتاع العلامات ونضم الصفين دول على بعض يبقى ده جدول توزيع تكراري بسيط اللي هو عشرين خمسه وعشرين 35 خمسه وثلاثين اربعين خمسه واربعين خمسة وخمسين الشرطه دي فايدتها ايه ان دي زي فتره زي مجموعة يعني الطلبة اللي جابوا 20 21 22 23 24 كل اللي جاب درجة من الدرجات دي كان عددهم 2 يبقى أنا ممكن أبص على الجدول ده وأقول لك أنا عايز عدد الطلبة اللي جابوا أقل من مثلا 30 يطلعوا كام طالب جاب أقل من 30 هنجمع ال 2 وال 4 يبقى 6 طب كم طالب جاب أكبر من أو 50 فأكثر كم طالب جاب 50 درجة فأكثر يبقى هجمع الستة والخمسة الأخرانيين يبقى حداشر طالب جاب خمسين درجة فأكثر يبقى أنا عرفت أجيب معلومات مباشرة سريعة من غير إهدار وقت لما بص في الجدول بتاع التوزيع التكراري البسيط ده كده عرفنا ازاي نجمع البيانات الكميه ونجمع البيانات الوصفيه باستخدام جدول التفريغ وجدول توزيع تكراري بسيط، بعد كده هناخد ازاي نمثل الكلام ده بيانيا، ده ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. في نهايه حلقتنا باحب يعني نكون او بتمنى ان كل الطلبه تكون عرفت ازاي تجمع البيانات بانواعها سواء وصفيه او كميه عن طريق الجدولين اللي احنا اتكلمنا عليهم. طبق ده بصوره عمليه عندك في البيت وإلى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله